هاي من انزي كيتشن. اليوم رح نعمل جوانح بالبيبسي، وصفة بثلاث مكونات بس: ملح وبهار، زيت زيتون وبيبسي. قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وفعلوا خدمة الجرس تيوصلكن كل شي جديد. أول شي بدنا نتبل الجوانح بالملح والبهار. منضيف زيت الزيتون ومنخلطن منيح. وهلأ منحطن على النار، فيكن تعملوهن على الغاز وفيكن بالفرن. ومنغطيهن ومنتركن على نار متوسطة ربع ساعة لكل ميلة. ومن بعد ما تقريباً استوى 90% وكبينا ميتهم، صار وقت نحط البيبسي. منغطيهم ومنخليهم على النار 10 دقايق لكل ميلة. أهم شي لما تحط البيبسي تضلوا تزحزحوا شوي بالجوانح لأنه البيبسي بيحترق بسرعة. هيدي كانت وصفتنا لليوم، فيكن تقدموها مع بطاطا ويدجز. طريقة تحضير البطاطا ويدجز بتلاقوها على الرابط بأسفل الفيديو. إذا عجبكم الفيديو أو عندكم أي اقتراحات اتركوا لنا إياها بالتعليقات.